طلب مني الفريق انه لخص انجازات هيدي السنه بثلاث دقائق، فرح جرب 1 2 3. خلال السنه الماضيه كتير سريه بالشراكه مع كنائس اخرى اخترنا ان نعيش بجراه، فاستطعنا ان نصل لاكثر من 5000 شخص في مجتمعاتنا من خلال مبادرات كثيره، من بينها قمه القياده العالميه، مؤتمر لنساء ورجال رائدون في اداره الاعمال، حضر اكثر من 230 شخص. جرو مركز لتنشئه الاطفال فيه حوالي 70 طفلا، وايضا جرى التخطيط وجمع التبرعات لانشاء مركز اخر مماثلا له. مشروع دعم التعليم الذي يوفر التعليم ل 62 ولدا لا يقدرون الذهاب الى المدرسه. ماني ميوزك برنامج موسيقي دوري تلتقي فيه 83 امراه من جنسيات مختلفه مع اطفالهن. مشروع الخياطه خلق فرص ل 35 امراه سوريه. انصاف خدم اكثر من 200 عاملة شهريا من خلال التعليم والدعم. برنامج قصائم الغذائية الذي يوفر الغذاء لأكثر من 800 أسرة من اللاجئين. توزيع موارد إغاثة مختلفة لأكثر من 5100 فرد في عوز شديد. خدمة الدعوة والرعاية لأكثر من 27 أسرة مضطهدة. كلينيك الشافي أمن العناية الطبية لأكثر من 1200 مريض ضمن بيروت البقاع والشمال. مبادرة خدمة نهى للعناية بالأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ومستعصية. أكثر من 470 شخصا استفادوا من دورات تدريبية حول الزواج وتربية الأولاد. أكثر من 80 رجلا من اللبنانيين والعراقيين اجتمعوا دوريا للشركة والتعليم. أكثر من 110 متسابق استفادوا من نشاطات ترفيهية مثل كرة القدم وكرة السلة. صممنا لعبة Escape the Room وشارك فيها إلى الآن 51 لاعب. اليوم أكثر من 2000 شخص يعتبرون كنيسة القيامة رعيتهم، وكان انضمامهم إلى الكنيسة من خلال برنامج ألفا اللي شارك فيه 67 شخص، وأيضا من خلال مجموعات رفاق الحياة. لدينا اليوم 1000 شخص في 16 منطقة مختلفة من لبنان. اجتماعات العبادة التي يحضر فيها بشكل منتظم أكثر من 1200 شخص. مؤتمرات الكنيسة السنوية ونشاطات أخرى مخصصة للعائلات شارك فيها أكثر من 1000 شخص. الإرشاد والزيارات المنزلية لأكثر من 535 أسرة. نشاطات مخصصة للأطفال والشبيبة شارك فيها أكثر من 1342 طفل ومراهق. هذه السنة خرج 198 شخص في درب اتباع المسيح، ومن ضمنهم 38 شخصا قبلوا المعمودية. استطعنا أن نصل إلى أكثر من 220 مشاهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكنيسة الإنترنت. زاد العطاء بنسبة 16% عن السنة الماضية. أكثر من 30 قائد دربوا أكثر من 300 متطوع. 19 فريق من خارج لبنان زاروا كنيستنا. تم تدشين كنيسة في عين سحلتة في أيار 2019. أقامت الكنيسة شراكات مع أكثر من 60 كنيسة في لبنان وسوريا، وبناء شبكات تواصل مع أكثر من 18 منظمة غير حكومية. بالتعاون مع Enduring Love صار الكنيسة 19 قائدا يقومون بالعمل الرعوي في أكثر من 6 أماكن مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبح كتيب درب اتباع المسيح الذي أنشأه راعي الكنيسة بمتناول الجماعة، وقد أنهى أيضا كتاب آخر جديد حول الشخصية الناجحة. تم تقديم 25 موضوعا حول القيادة لقادة الكنيسة. لقد خضعت إدارة الكنيسة المالية لمراجعة خارجية للحسابات، وتبين أن إدارتها المالية جيدة ودقيقة وشفافة، كما طورت أدائها في الكثير من أقسامها الإدارية، وكل هذا بفضل الرب يسوع المسيح.